طبعا اخترنا الحطب لانه المازوت ما متوفر بالاسواق خالص، واذا توفر بتوفر باسعار غالي كثير بالحراقات. اتجهنا لها لصوبة الحطب والاكياس والبالي وهيك شغلات، ايه وما في يعني لا مازوت ولا حطب، ما في شيء. اللي ما معه يا دوب ياكل خبز، شلون بده يجيب تدفئه؟ يعني مستحيل هذا الكلام. يعني الناس اذا صارت لها بطاطين بتغطى تحمي ربها. عبينا مازوت من الصيف، يعني كان المازوت رخيص، فهلا لو نعبين هلا ما بنحسي، لانه غلي المازوت كثير كثير. ان صار لنا حطب بنتدفى، ان صار لنا مازوت بنتدفى، ما صار لنا على الله. نحن نازحين خان شيخون، ما قررنا ندفع على شيء، لانه كل يوم في بيت، هذا بيطالعنا من البيت، هذا بيسكننا، هذا ما بيسكننا، هذا في بيت اجره، هذا ما في بيت اجره. اضطر هي السنه انه ندفع على الشواحين وعلى الكرتون وعلى النيل، بالليل من الطرقات مشغلين في الصوب مشان ندفع عليه. عم نروح بهالبريه، مين عم يشحل بهالارض، بنجيب حطب بنلم بنكسره بنشيله للشتاء. اول شيء قررنا على المازوت، انقطع المازوت، صار البرميل صار لتر ب 500، بطلنا درناها على البيرين. عم بقصر رماتا ندفع عليه المازوت ب 500 ب 400، ما فينا غدره. انا حرمي كبيري والله صوبه ما عندي،